السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم اخوتي في الفيديو الجديد. اخوتي توليات يوم الجمعه، جمعه مباركه للجميع بكل ما كتمناو، بالصحه والسلامه وموفور الرزق. الفيديو ديال اليوم اخوتي واحد الذكر ديال البولوق جا عندي ما عرفناش ديال من جانا، مسكين فيه الجوع. قبضتو اخوتي، عطيتو ياكل اخوتي، وكلتو تهليت فيه وطلقتو يمشي عند مولاه. اذا اخوتي تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، ولاول مره غيشوف هاد الوجه هذا يتابوني يفعل الجرس اخوتي، وما تنساوش لي جيم ولي كومونتير تحفيزي اخوتي، باش ان شاء الله نزيدو بالمحتوى القدام ان شاء الله. يلا السلام عليكم، تابعوا الفيديو حتى الاخر. واحد التكير ديال البولو اخوتي راه هو فين واقف فوق الصندوق، بغى يدخل للسجنه، مارت مين جا مارت ديال من تيبان ليا بحال رجليه معقودين الخوت، رجلي راه تيفيهم مخبلين بالخيوط. نحاول نقبطو، نحيد ليه الخيوط اللي عندو تما. جا هنا مسكين راه فيه الجوع، نعطيه ياكل شويه ونطلقو يمشي في حالاتو. بقاو مع الفيديو حتى نشدو. خوتي كيما تلاحظو راه شديتو الخوت، جراني فيه الكحل البيض مع ديال من الخوت، راه فيه واحد الخيط شي السبيب، غندوز السبيب في رجلو. هذا راه ذكر، هذا خوتي، هذا وقيلا طباخ، وقيلا هذا طباخ، بانت ليا حنقورتو طايح لتحت. هذا طباخ هذا ولا قاطيطان، وما نعرف محنقر بزاف، والحنقوره طايحه. الشي راه عندو السبيب مربوط من رجلو بالسبيب اخوتي، غنحاول نحيد له داك السبيب، نعطيه ياكل نصيفطو. هانتوما اخوتي كيما كتشاهدو معايا، السيفيانوس غي يحيح عليه. شوف تفرج ليا، تفرج، شوف تاهو مسويهلش، ضربو ليا على الأزواج داير. شوف الأزواج محيح، هذا راه غنفردو، هذا راه غنعزلو على نتيرتو، راه مات ليهم داك الولد. نتوما خوتي هاهو داك الشربور، داك الذكر، شو كي مربوط من رجلوه. غادي نحيد له ان شاء الله داك الخيط، نعطيه ياكل ونطلقو يمشي. هذا اللي عرف النوع ديالو اخوتي، هذا يا اما بولو يا اما طباخ، هذا راه حنقول عنده كبيره بزاف. اكرمو له، مسكين تيقلب عليه الخوت. نحاول نطلقو نطلقو الى بشاهية هذيك، ارجع عاوتاني راه غادي خليه تيسول فيه مولاه. هانتوما خوتي شوفو رجلين راه مربوطين اخوتي، هذا غالي برا تيوكل الخوت، ثبت ليا حنقورتو طايحة. نعطيه ياكل اخوتي يمشي في حالاتو. يلا كول مع راساتك اللي قسم لك الله وتوكل على الله، عرقه مع راساتك، ضرب اللي قسم لك الله وتوكل على الله، وسير عند وليداتك ديريكت ما تدور لها وكلاك، سير عند البنت ديالك. اللهم بارك اخوتي، ومسكين تياكل، راه قاتلو الجوع، داكشي علاش طاح هنا، قاتلو الجوع ديال بصح. كل مع راساتك وسير توكل على الله، توكل على الله، سير عند وليداتك راه باين تيوكل الخوت. هذا دابا تيتسمى شوكي، هذا شوكي واقيلا، ماشي جراني، جراني تيكونوا فيه ليطاج كبار، هذا منقط. نتمنى ما يكونش مريض اخوتي، نتمنى ما يكونش مريض باش ما ياديش لينا الحميمات. يلا كل مع راساتك، يلا اخوتي نخليكم حتى ياكل ونطلقو ويمشي في حالاته. Thank you.
بدينا الخوت كما كتشاهدوا معايا. انا اخوتي راه عرقها شبع شي حنقول شو كيتقالت، عرقها شربوا كلا. دابا نطلقوه يمشي عند مولاه راه كيتسناه. يلاه كليتي شربتي، يلاه توكل على الله. ها هو الخوت، يلاه سير سير توكل على الله، سير سير توكل على الله. مشى ها هو جايب الدورة ديالو من لهيه، واش راجع هنا ولا؟ ها هو والله إلا رجع ها هو فين حط. دابا يرجع لعند مولاه. يلاه خوتي هذا هو الفيديو ديال اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.